عم لاحظ بالحوارات اللي بيعملوها القنوات الفضائية دغري شو بيسألوا المحللين والإعلاميين المقربين من المقاومة، هل حزب الله يقبل ما يدعو إليه الرئيس بري لوقف إطلاق النار؟ هو قال كيف يعني ترك غزة؟ بيجاوبوا أنه لا، هو مع غزة ومتمسك بغزة. أنا فقط ما أريد أن أوضحه لكل الأصدقاء ولكم جميعا وللرأي العام، في العمل السياسي المقاومة ليست مجبرة أن تجيب عن هذا السؤال. هلا ببساطة المقاومة لا تعارض وتؤيد هذا الحراك. شو هو مضمون هذا الحراك؟ لن شخصه، هي لا تدعو لوقف إطلاق النار، مش هي اللي مبادرة، بس هي لا تمانع وهي تؤيد هذه الدعوة. وإذا نجحوا، يعني عم يجي حدا بيقول أعطونا فرصة نعمل حراك دبلوماسي مقنع على المستوى الدولي والعربي، ونعمل حراك سياسي داخلي مقنع. ليكون مقنع بده يقول نحن مش جامدين عن النقاط اللي بادئ منها حزب الله حربي، هذا أول شرط، ونحن مش حزب الله. فإذا بده يطلع الرئيس بري والرئيس مئاتي ووليد جملاط يقولوا لجبران باسيل، يقولوا لسمير جعجع، يقولوا لا 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 لسعد الحريري، نحن مش جبران باسيل، نحن مش حزب الله عفوا، ونحن مش مبلشين من محل ما حزب الله متمغرس. ولكن هاي ولكن لازم تكون مريحة لحزب الله في حركته العسكرية، بمعنى تؤمن له ارتياح في الداخل وارتياح في الخارج. شو مضمونة؟ مضمونة أنه نحن موافقين على المبادرة الأمريكية الفرنسية والتي وقعت عليها 10 دول عربية وغربية، والتي تقول بوقف إطلاق نار 3 أسابيع على الجبهة اللبنانية بدون غزة للتفاوض على حل لغزة وفق القرار 27-35 وحل للبنان وفق القرار 17-01، ومستعدين نزيد عليها انتخاب رئيس توافد. عاد حزب الله شو قال؟ ما عندي مانع، جربوا. إذا جبتوا وقف إطلاق نار الإسرائيلي رايح لبعيد، الإسرائيلي رايح بده هذا، وعم بيقول أصلا لا وقف لإطلاق النار إلا إذا ألقى حزب الله سلاحه، إلا إذا عاد إلى ما وراء الليطان، إلا إذا إلا إذا. كويس، خلي الإسرائيلي عم بيقول هيك، شوفوا لنا الأمريكي شو بده يقول. مش هو صاحب البيان؟ مش حزب الله اللي عم يطلب، ركت الأمريكي قال إن حزب الله يطلب وقف إطلاق النار، هذا دليل أنه في وضع دفاعي. أنت شو الفرق معك؟ أنت مش محلل سياسي، انت يقول نحن نؤيد، عظيم، حزب الله يؤيد وقف اطلاق النار، على اسرائيل ان تقبل وقف اطلاق النار. هو لا يهرب من مسؤوليته ومن انه انحشر. فاذا المبادره حشرت الامريكي، المبادره حشرت جعجع. ليه؟ لانه الامريكي وجعجع طلعوا يقولوا ليش وقف بعد وقف اطلاق النار انتخاب الرئيس؟ ليش مش هلا؟ رح اقول لك ليش مش هلا. هاي هي الرئيس بري استباقا استباقا لدعوه يعلم او يتنبأ، وهو عنده حس سياسي يعني غريب عجيب، هو بحط هيك بيقول شامم امل يعني. فالرئيس بري عنده استباق لمعادله انه سياتي من يقول لنواجه هذا الوضع، كيف يمكن ان نواجه هذا الوضع ونحن بدون رئيس؟ طب حرب، كيف نواجه هذه الحرب؟ كيف نواجه المفاوضات؟ كيف نواجه ونحن بلا رئيس؟ الاولويه الان لانتخاب رئيس. شو عمل الرئيس بري؟ عمل جبهة مع 86 نائب، منتبهين؟ يعني ثلثين، يعني النصاب اللازم لانتخاب رئيس. قال لها الجبهة اللي فيها الثلثين، اللي فيها جملاط وفيها التيار الوطني الحر وفيها نواب السنة، قال له تعالوا أنا مون على حزب الله بدون ما نسق معه أننا لا نتمسك برفض المفاوضة على رئيس توافد، بشرط أن نقف معا بوجه العدوان حتى تحقيق وقف إطلاق النار، وبس يتحقق وقف إطلاق النار أنا بنتزم لكم بنفاوض على آلية تطبيق 1701. ما حدا في تحت عنوان 1701 ياخذنا على قوات متعددة الجنسيات مثل ما هلا عم يطلب الأمريكي والإسرائيلي، وبالمقابل نتفاوض ونحن عبين بعضنا على انتخاب رئيس. واثق جنبلاط وباسيل ونواب السنة، وبالتالي صار معه الثلثين اللي هو عارف انه حيجي الامريكي يقول هلا بدنا الرئيس.
سبق الرئيس بري وعمل هالجبهة اللي بتقول الرئاسة بعد وقت إطلاق النار، الرئاسة بعد وقت إطلاق النار. والأمريكي شو عم بيقول؟ تعالوا هلا نتفاوض على كيف بدنا نطبق 1701. الجواب، التفاوض على 1701 بعد وقت إطلاق النار. الحركة التي حتى تقوم بها إيران الآن تحت ذات العنوان، بعد النقاش مع الرئيس بري، خلافا للكلام اللي عم بيقول انه الايراني اجوا وقالوا هذا، الرئيس بري حمل الايراني هذا العنوان، الاولويه لوقف اطلاق النار، الاولويه لوقف اطلاق النار، وبعد وقف اطلاق النار نتفاوض على ما كيف يرتب الوضع في الجنوب في ظلال ال 1701، ونتفاوض على كيف تدار غزه في ظل وقف الحرب. وبالتالي يعني يتفاوض الفلسطينيون باعتبار هذا شان فلسطيني، ويتفاوض اللبنانيون على الرئاسه اللبنانيه باعتبار هذا شان لبناني، لانه شو اللي عم يعرضه الامريكي؟ ومعه جعجع انه اعطونا رئيس يناسبنا لحكم لبنان لنجيب لكم وقف اطلاق نار، واعطونا 1701 تفسيرا ومضمونا يلبي ما تريده اسرائيل لنجيب لكم وقف اطلاق نار. يعني انظروا على الاستسلام السياسي الداخلي والسياسي الوطني والاقليمي، نعطيكم حق العيش بدون قتل. الحركة الاستباقية قطعت الطريق على هذا، لذلك حزب الله ليس معنيا بأن يقول أكثر من كلمتين، لا أمانع وأؤيد الحراك، أؤيد الحراك ولا أمانع بوقف إطلاق النار، جيبوا وقف إطلاق النار وبعدها نتكلم، وقبل وقف إطلاق النار لا شيء للكلام. لكن هل هذه هي حركة حزب الله؟ لا، حركة حزب الله هي القتال على الجبهة، حركة حزب الله هي رمي الصواريخ، حركة حزب الله هي الصمود في الميدان. ليه؟ لأنه هذا الذي سيأتي بوقت إطلاق النار، مش هذا الحراك الدبلوماسي. هذا الحراك الدبلوماسي بيهدي الداخل، ما بيعود تطلع يعني أوضاع داخلية من خلفه. نريد الرئيس الآن، نريد التفاوض على 1701 الآن، تم امتصاص واحتواء الوضع وتم مخاطبة الخارج قبل أن يجرؤ الخارج على دق الباب. هلا الامريكي متاخر لما عم يجي يحكي انه هلا بدنا نفاوض على 1701، صار منطقه ضعيف، لانه منطق اللي بيقول وقف اطلاق نار اولا نايم متاخر من البيان الامريكي الفرنسي. من هون اذا الحراك الدبلوماسي ممتاز لصالح الحراك الذي يقوم به الرئيس بري والرئيس ميقاتي والاستاذ جنبلاط واللي ايدوا الوزير باسيل، وانا ضروري اقول ايدوا الوزير باسيل، وانا ما عتبوا بانه لو دعوه كان مفيدا ان يكون شريكا. انا اتذكر بالزمان توجهت الى سماحه الشهيد المقدس سيد حسن، قلت له انه اتصل بي الله يرحمه الرئيس عمر كرامه، وقال لي يا استاذ ناصر هل يجوز انه 8 اذار رباعي 2 شيعه و2 موارنه؟ طيب معكم حلفاء سنة ليش تعملوا فيهم هيك؟ يا أخي دعيتونا وما جينا، ورئيس حكومة اللي عم يحكي، رئيس حكومي سابق يعني، والرئيس الحص الله يرحمه كمان رئيس حكومي سابق، فإنه ليش بده يكون بيان 8 آذار؟ وحكاني الأمير طلال الإرسلان نفس الكلام وقتها، ليش بده يكون بيان 8 آذار؟ وأنا أضفت عليهم هاجوب بقردونيان الصديق الأرمن، ما بتقولوا 7 طوائف بلبنان وعندكم زعماء في الطوائف السبعة، ليش بده يجتمع الرئيس بري وسماحه السيد والجنرال عون وسليمان فرنجيه ويطلع بيان باسم 8 اذار؟ بيشعروا الاخرين بانهم مهمشين امام جمهورهم، انه مش عاملين لكم قيمه، انه بيطلع انه ما بدهم يزعلوا جنبلاط ما دعوا طلال، ما بدهم يزعلوا الحريري ما دعوا عمر كرامي، انتم بيستعملوكم بس لحتى يعززوا موقعهم بوجه جنبلاط والحريري، هيك تفهم. وبالتالي أنا نعم أقول في أي مرة قادمة بيسوى ينسأل جبران باسيل، نحن عم نفكر نعمل كذا 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 كذا، بتحب تكون معنا؟ يعني قد يكون السبب هو توقع بأنه ممكن ما يقبل، ما بيمنع شيء أنه كان حدا يزوره موفدا من الرئيس بري ويقول له دولة الرئيس بكرة داعي مئاتي وجنبلاط وراح يطلع بيان هاي المسودة، إذا ما عندك مانع تكون شريك، نحن ما حابين يكون العنوان إسلامي، وساعتها بدعي فرنجية أيضا. هلا يمكن البعض يقول إنه ما دعي باسيل لعدم إثارة حساسية فرنجية لأنه البيان بيحكي عن رئيس توافقي،
وإذا دعي فرنجية ما بيجي باسيل، قد يكون هذا، لكن عم أقول من باب الفكرة بأنه وتم الاتصال يا سيدي بكل من الوزير باسيل والوزير فرنجية وأيدا هذا البيان، إذا ما بدك إياهم يجتمعوا سوا، لأنه إذا واحد منهم وجد الثاني ممكن ما يكون موجود. لكن بتكون أكدت أن لديك حلفاء مسيحيين، وهذا أمر مهم، لأنه وظيفة أصلا هذا الاجتماع مش تقول أن المسلمين متفقين والمسيحية برات الاتفاق، لا، أن تقول في اتفاق وطني على الأولوية لمواجهة العدوان، وفعلا ما تأخر الوزير باسيل، وقطعا ما تأخر الوزير الفرنجي.